دلوقتي بقى هنبدأ المحاضرة التانية بالنسبة لرسم واحد، وهنكمل فيها العمليات المطلوبة مننا إن احنا نعرفها بالنسبة للعمليات الهندسية. هنبدأ بالعملية اللي قصادنا دلوقتي، واللي هي عبارة عن إزاي نرسم قوس من دائرة أو منحنى يمس دايرتين. القوس من المنحنى ده او القوس من الدائره ده في ثلاث حالات، يا اما المنحنى او القوس ده يمس الدائرتين من الداخل، وفي الحاله دي بنسميه قوس داخلي او الانترنال ارك. الحاله الثانيه لو المنحنى ده يمس الدائرتين من الخارج وتسمى قوس خارجي اللي هو الاكسترنال ارك. الحالة الثالثة لو المنحنى ده بيمس الدائرتين ومتقاطع معهم تسمى قوس متقاطع، ونسميه في الحالة دي ترانسفيرس ارك. طبعا احنا لو شفنا طبعا الاشكال يبقى ايه هتوضح لنا اكتر ايه اللي احنا بنقوله دلوقتي. نيجي نشوف الحالة الأولانية اللي هي الانترنال ارك. احنا المفروض المنحنى بتاعنا اللي هو بالشكل ده اللي هو بيوصل بين النقطة تي واحد والنقطة تي اتنين، بحيث النقطة تي واحد دي نقطة الممس بتاع الدائرة الأولانية، ونقطة تي اتنين دي نقطة الممس بتاع الدائرة التانية. هنلاحظ هنا طبعا ان في دايرة كبيرة ودايرة صغيرة، وطبعا مش هيفرق معانا اذا كانت دايرة كبيرة او دايرة صغيرة، المهم يكون ازاي ارسم هذا المنحنى اللي بيربط بين اي دايرتين. واحنا قلنا في الحالة دي بنسميه internal arc او قوس داخلي. طب ليه سميناه قوس؟ لان هو ما بيقدرش يكمل نص دايرة، يبقى جزء من دايرة، فعشان كده بنسميه ارك. احنا يعني طبعا عارفين لو عندي دايرة بالمنظر ده كده، لو قلنا جينا من هنا بالظبط وعملنا بالمنظر ده نص دايرة، ده بنسميه نص دايرة. اما الشكل ده كله ده بنسميه دايرة. اما لو خدنا جزء صغير من الدايرة ده بنسميه ارك. طيب ده بالنسبة للحالة الأولانية. الحالة التانية اللي عندي اللي هي الاكسترنال ارك، اللي هو بنرسم مماس بيمس الدائرتين من الخارج، وطبعا زي ما احنا متعودنا يبقى لازم نوصل بين او نحدد نقطة تي واحد اللي هي نقطة الماس بتاعت ايه دايرة ايه، ونقطة تي اتنين اللي هي الماس عن الدايرة التانية اللي هي دايرة بي، واجي بعد كده اوصل بينهم، وده يبقى القوس بتاعي اللي هو بيمس الدائرتين من الخارج وبسميه external arc. نيجي بعد كده للحالة التالتة اللي هي الترانسفيرس arc، اللي هو القوس بتاعي بيتقاطع مع الدائرتين وبيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طبعا برضو لازم نحدد النقطة تي واحد ونحدد النقطة تي اتنين ونوصل بينهم الارك، والارك طبعا يكون ليه نص قطر طبعا معروف زيه زي بقية الايه الحالات اللي فاتت. طيب احنا دلوقتي هنشرح الاكسترنال ارك وهندي لك تدريب ازاي تجيب الانترنال ارك، وهنكتفي بيهم بالانترنال والاكسترنال. اما الترانسفيرس ارك مش هنتعرض ليه دلوقتي. نبدا مع بعض دلوقتي نتكلم على الاكسترنال ارك. الاكسترنال ارك اللي هو نرسم
منحنى يمس دايرتين من الخارج اللي هو بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب انا عندي معطيات ايه؟ دايرتين، الدايره الاولانيه اللي هي ايه؟ نص قطرها ار واحد، وعندي الدايره التانيه اللي هي بي ونص قطرها ار اتنين. طيب ده اللي هو المفروض مديهولي. بيقول لي عايزك ترسم لي قوس يمس الدايرتين بالمنظر ده، والقوس ده يكون نص قطره، نص قطره ار. يبقى معنى كده ان انا عارف النص قطر قيمته قد ايه. يبقى كده المعلومة عندي ار واحد وار اتنين وار تلاتة. يبقى الفكرة بتاعتنا ازاي نرسم القوس ده، وعشان نرسمه يبقى لازم ازاي نحدد النقطة تي واحد والنقطة تي اتنين. في البداية هنعمل ايه بقى؟ هنيجي احنا طبعا عارفين ار واحد وعارفين ار اتنين وعارفين ار. اجي اروح جاي وعامل قوس بالبرجل. القوس ده عبارة عن ايه؟ ار ناقص ار واحد. الار دي اللي هي عبارة عن نص قطر القوس اللي انا عارفه، وار واحد ده نص قطر الدايرة ايه اللي هو مديهالي والارضي اللي انا عارفه. اطرح ار واحد ار من ار واحد واركز في المركز ايه او السنتر ايه، وارسم منها الايه القوس بتاعي او الارك بتاعي اللي هو بالمنظر ده. واجي نفس الكلام برضو في المركز بي، وارسم قوس برضو تاني. القوس ده نص قطره ار ناقص ار اتنين، بس ار اتنين ده اللي عباره عن نص قطر الدايره الصغيره اللي هي بي. الاتنين هيتقاطعوا في النقطه مين؟ في النقطه او. طيب بعد ما اتقاطعوا في النقطه او اعمل ايه؟ اجي اروح موصل النقطة O بالمركز A ومد الخط ده لغاية لما يقطع الدايرة A في النقطة T1. يبقى كده حصلنا على أول نقطة مماس اللي هي T1. ونفس الشيء أعمله، أروح جاي موصل O بالمركز B ومده لغاية لما اقطع الدايرة بي في النقطة تي اتنين. يبقى انا كده حصلت على النقطة تي واحد والنقطة تي اتنين، وهما دول النقطتين بتوع المماس اللي انا عايز ارسمهم اللي بيمسوا الدايرتين من الخارج اللي هي بنسميه external arc. اجي عشان ارسم بقى القوس ده، طب ارسمه ازاي؟ اجي عند نقطة تقاطع القوسين اللي انا عملتهم في الخطوة اللي فاتت اللي هي نقطة O، واجي اروح فاتح البرجل بمسافة R وركز في النقطة O، وابدأ اعمل او اوصل بين النقطة T1 والنقطة T2. هحصل بالمنظر الشكل ده على الشكل اللي هو T1 T2، وده القوة المماس اللي انا عايزه نتيجة القوس اللي انا رسمته اللي هو بيوصل بين تي واحد وتي اتنين. وطبعا القوس ده نص قطره كام؟ ار. طيب نيجي نعمل ايه بقى دلوقتي؟ الخطوة التانية نيجي نجيب اللوحة بتاعتنا ونبدأ نتعلم ازاي نرسم المنحنى ده اللي بيمس دايرتين من الخارج. طب هو مدينا ايه؟ مدينا دايره كبيره مركزها ايه ونص قطرها ار واحد، ودايره اصغر منها مركزها بي ونص قطرها ايه؟ ار اتنين. وناخد بالنا ان ار واحد اكبر من ار اتنين. يبقى سيادتك هتعمل انك تروح فارض قيمه
للآر واحد وفارض قيمة أصغر منها لآر اتنين. أما الكوس اللي هترسمه أنت هتبقى تفرضه اللي هو بتاع اللي هيمس الدائرتين اللي هو آر، بما معناه إن آر دي لازم تكون معروفة، والكوس ده هو اللي هيمس الدائرتين من الخارج. نيجي لخطوات العمل اللي هم الست خطوات دول. زي ما قلنا بنرسم كوس من الدائرة مركزها ايه، نص قطرها R ناقص R1 ده ما شفناه، وبعد كده من عند B بنرسم R ناقص R2 بيتقطع في نقطة O، بوصل O بA ومد المستقيم يقطع الدائرة الكبيرة في نقطة T1 ودي نقطة التماس الدائرة الكبيرة. بعد كده بيتم توصيل النقطتين O وB، برضو مد المستقيم يقطع الدائرة في نقطة T2 ودي نقطة التماس بتاع الدائرة الصغيرة. يتم رسم القوس بقى بتاع الدائرة مركزها O نص قطرها R اللي احنا عارفينه، بين وصل بين النقطتين T1 و TA2، وده هو المنحنى التماس المطلوب. طيب دي الحالة التانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي رسم منحنى يمس دائرتين من الخارج. طيب لو الحالة بقى الأولانية اللي هي رسم منحنى يمس الدائرتين من الداخل، من الداخل، طيب شكلها كان عامل ازاي؟ كان عامل المنظر ده. دي الحالة اللي هو ازاي نعمل مماس عن طريق او قوس يوصل بين الدائرتين A و B من الداخل. طيب انا الكلام ده هسيبه ليك ان انت تقوم بيه، وهو هو نفس الكلام اللي احنا شرحناه بالنسبة للإكسترنال آرك، بس الفرق بين الاتنين اللي هو هنشوف مع بعض دلوقتي، ان لما اجي ارسم الكوس اللي هو ده من المركز A او الكوس ده من المركز B، هيكون في الحالة دي هيبقى R زائد R1، R زائد R1 وهنا R زائد R2 هيتقاطع برضو في نقطة. لما اجي اوصل بين النقطة التقاطع ومركز الدائرة مش همد بقى في الحالة دي الخط المستقيم O A عشان يقطع في النقطة دي واحد، لا ده لما اجي اوصل بين O و A هيقطع في النقطة دي، لو اول نقطة بيقابل او اول تقاطع مستقيم O A بيقابل الدائرة دي هيبقى النقطة هنا، ونفس الكلام هيبقى لما اجي اوصل بين O و B هيقطع في النقطة هنا، وبعد كده اروح راسم نفس الكلام قوس بيوصل بين النقطتين مع بعض. يبقى نقطة الاختلاف الوحيدة بين القوس الداخلي والخارجي ان احنا في الداخلي بنجمع الار زائد ار واحد وار زائد ار اتنين، ولما نيجي بنوصل بين نقطة التقاطع بتاعت الاكواس او والمركز بتاع الدايرة الأولانية يبقى اول نقطة التقاطع دي تعتبر تي واحد اللي هي اول نقطة للمماس بتاع القوس، والنقطة التانية لما يجي اوصل بين او وبي يبقى اول نقطة هنا في التقاطع يبقى النقطة دي. انا سايبها لك طبعا عشان انت تبدأ تدرب عليها وترسمها بمعرفتك عشان تقدر بعد كده تخش على التدريبات او التمرين بتاعة العمليات الهندسية اللي احنا هنشوفها دلوقتي. كده احنا يعتبر شبه خلصنا الخطوات المهمة بالنسبة للمطلوب مننا في ان احنا ازاي نرسم رسمة عندنا بالمنظر ده باستخدام العمليات الهندسية اللي احنا شرحناها. طبعا الرسمة اللي قدامنا دي عبارة عن ثلاث دوائر بالمنظر ده، الدائرة الأولانية نص قطرها 15
الدائرة الثانية 25، الدائرة الثالثة 35. طبعا احنا لازم نطبق الاساسيات بتاعة الرسم الهندسي اللي احنا اتدربنا عليها، ان احنا نستخدم الحرف T والمثلثات بتاعتنا. طبعا احنا هنبدأ نرسم الاشكال دي، وناخد بالنا بنرسم المحاور الاول ونشوف الابعاد، بس نرسم الثلاث محاور الاول بتوعنا اللي هو موجودين قدامنا بتاع الثلاث دوائر، وبعد كده نبدأ نرسم الدائرة الأولانية، الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة، وده مفيش أي مشكلة خالص الثلاث دوائر دول. المشكلة عندي بقى فين؟ أو المفروض بقى اللي أنا اتعلمته في بقى في الدرس اللي فات ده، اللي هو ازاي نرسم القوس ده اللي بيرسم بيمس الدائرتين من الداخل، ده اللي هو اللي بنسميه الانترنال ارك، وده اللي انت المفروض انك تعرف تجيبه، عشان ده انا مرضيتش اشرحه سيبته لك انت تنفذه، اللي هو فيه بتطبق ار واحد زائد ار اتنين. ار واحد هيبقى عندك مين؟ هيبقى اللي هو ده 25، وار اتنين اللي هو 35، وعندك الار اللي هي 50. يبقى التلاتة موجودين عندك، ممكن ان انت هتستخدمهم في انك زي ترسم الايه القوس ده. طبعا دي هتبقى تي واحد ودي تي اتنين. نيجي بعد كده اللي هو الاكسترنال ارك اللي هو بالشكل ده، ازاي انك ترسمه. طبعا احنا شرحنا هذا الكلام، وانك هترسمه بقى بين ايه وبين ايه، بين الدايرة 15 دي ار 15 والدايرة دي ار 25، والار كام بقى في الحالة دي؟ 70. يبقى التلات قيم عندك، الار هنا والار والار، انت مش هات اكتر من كده عشان ترسم الار كده. طبعا هتضطر تحدد تي واحد وتي اتنين زي ما اتعلمنا. نيجي بعد كده اللي هو المستقيم اللي بيمس الدايرة الصغيرة دي اللي هي ار 15 والدايرة الكبيرة اللي هي 25. المستقيم طبعا الواضح كده قدامنا بيمس الدايرتين من الداخل، يبقى لازم حضرتك تحدد النقطة دي اللي هي تي واحد والنقطة تي اتنين وتوصل بينهم، وادي عندك القيم بتاعت الار معروفة 27 و15. يبقى خلصنا بالنسبة للخط المماس ده وبين الدايرتين. نيجي بعد كده لاخر حاجة اللي هو المماس الخارجي اللي هو بيمس بين الدايرة الصغيرة 15 والدايرة الكبيرة اللي هي 35، وده طبعا هتعلمنا ازاي نرسمه، وازاي طبعا نحدد النقطة تي واحد وتي اتنين. طبعا هنا مش محتاجين نعرف بس الار 15 او نص القطر بتاع الدايرة دي الصغيرة ونص القطر بتاع الدايرة الكبيرة. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى عشان نرسم المستقيم ده والمستقيم ده مش محتاجين اعرف نص القطر بتاع الدايرتين اللي هو بخلي المستقيم يمسه. اما بالنسبة للقوس سواء الداخلي او الخارجي ببقى محتاج اعرف بالاضافة لنص القطر بتاع الدايرتين اعرف كمان نص القطر بتاع القوس لو عايز دي ارسم لو ار 70 وار 50. طبعا نخلي بالنا ان في الامتحان انا بحاسبك على العمليات، يعني ازاي ان انت قدرت تقسم ده، بمعنى مفيش حد يعمل بالشابلونة خالص، انت بترسم كل العمليات اللي بتعملها. يعني هنا مثلا عشان تعمل الشكل ده يبقى لازم تعمل الاقواس وتعمل التقاطعات وفي الاخر ترسمه. نفس الكلام بالنسبة للخط المستقيم اللي بيمس الدايرتين، لازم برضو تقوم بالتسع خطوات او بالخطوات اللازمة عشان ترسم المستقيم ده. ازاي قدرت تحدد نقط التماس اللي هي دي ودي؟ فتعمل لي الخطوات، انا بحاسب على الخطوات مش بحاسب على الخط اللي انت بترسمه، بما معناه انا مش عايزك تنقل لي الرسمه اللي قدامنا دي في ورقه الامتحان زي ما هي، لا انت هترسمها بس كل حاجه من الحالات اللي احنا شرحناها هتطبق الخطوات العمل بتاعتها. يبقى دينا واحد
اتنين تلاتة اربعة وتسيبها لي في الورقة بتاعت الرسم. يعني لو كان بالنسبة في الامتحان هتسيب ما تمسحش الخطوات، هتسيب الخطوات لان دي اهم عند من الرسمة نفسها. فاتمنى كل الطلبة تنفذ اللي انا بقوله بالحرف الواحد، انها تسيب لي خطوات العمل كاملة بالنسبة لكل مماس بيترسم. اما بالنسبة للدوائر دي ما فيهاش اي مشكلة خالص، بترسم عادي. يبقى المفروض ان احنا بنتدرب على الرسمة اللي قدامنا دي. نيجي بعد كده هنشوف الرسمة التانية اللي هي قدامنا دي، برضو تلات دوائر فيهم قوس بيمس دايرتين من الداخل وقوس من الخارج، وبرضو مستقيم بيمس دايرتين من الداخل وبيمس دايرتين من الخارج، بالظبط نفس الشكل اللي فات بس بالقيم مختلفة. فنخلي بالنا واحنا بنرسم تاني ان احنا جميع الخطوات تكون مرسومة ومرسومة بخط واضح، بحيث ان الدرجة بتتاخد على خطوات العمل مش على انك ترسم الشكل اللي قدامك ده. كده المفروض الرسمتين دول ان شاء الله في حالة العودة للمعهد يكون معاك مرسومين جاهزين، عشان هيبقى عليهم درجات. كده يبقى انا وصلنا لنهاية المحاضرة التانية، واتمنى ان كده العمليات الهندسية تكون اتفهمت، والخطوات اللي احنا شرحناها حاول تتدرب عليها كويس جدا لكل حالة منهم، وبعد كده تبدأ تنفذ الخطوات دي على الرسمة المجمعة اللي احنا شفناها دي والرسمة اللي فاتت اللي احنا شايفينها قدامنا دي. واتمنى التوفيق للجميع وشكرا.